السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى عن رؤية واحدة تبين أن الله عز وجل سيقسم ظهر من ظلمك إن رأيت هذه الرؤية. امرأة تقول أن امرأة ظلمتها فرأتها في الرؤيا، فعندما رأتها قالت لها: حسبي يا ربي ونعم الوكيل فيك. فقالت: وأنا في الرؤيا رأيت أن ظهرها تورم قيحا ومرضا شديدا. فالكلام يا أحبابنا الكرام أن كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل في المنام تدل على أن الله سيقسم لك ظهر من ظلمك. ولذلك هي رأت في المنام أن ظهر هذه المرأة تورم قيحا شديدا ومرضا. فالله عز وجل نبأها أنه سيظهر فيها ما ظلمت هذه المرأة من أجله. حسبنا الله ونعم الوكيل يا أحبابنا الكرام كمان في الرؤيا تدل على النجاة. فكان دعاء إبراهيم داخل النار: حسبي الله ونعم الوكيل. فعندما نزل له جبريل قال له: ألك حاجة؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فالله عز وجل أصدر أمره للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فحسبنا الله ونعم الوكيل تدل في الرؤيا على النجاة. قال سبحانه تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فحسبنا الله ونعم الوكيل تدل أيضا على النجاة من كل كيد ومن كل عدو. فهذا ما كان عندنا اليوم من علم، حاجة بسيطة كده. لو عجبكم الفيديو ياريت نعمل له لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة تشرف بأنه يشترك في قناتي، يفعل خاصية الجرس، يختار منا الكل حتى يشعر بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.